هنتكلم عن الأواني المنزلية، ايه اللي نشتريه وايه ما نشتريهوش، ايه اللي عندنا نستعمله ونستعمله ازاي، لان اغلبها ممكن نستعملها بس نتلافى الاضرار بتاعتها، يعني نستعملها بطريقه لنتفادى بيها الاضرار بتاعتها. في حاجات ما ينفعش خالص ان احنا نستعملها، يعني حاجات الافضل ان احنا ما نستعملهاش اصلا. هبتدي اول حاجه بالحاجات القديمه، الالومنيوم. ادي الالومنيوم، كل البيوت بتاعت زمان كلها فيها الالومنيوم. الالومنيوم ده معدن رخيص موصل جيد للحراره، عشان كده كانوا بيستعملوه على طول في الطبخ. الالومنيوم بس فيه مشكله ان هو فيه فجوات هوائيه، فانت لما بتحطي الالومنيوم ده على النار الفجوه بتتمدد بيخش فيها الاكل، بيرجع يبرد الفجوه بترجع تنكمش، الاكل بيفضل جوه. اجي اسخنه تاني في حاجه تانيه الاقي ان الفجوه وسعت وطلع منها بواقي الاكل اللي فاتت مع بودره الالومنيوم. عشان كده الالومنيوم القديم تلاقوا فيه نقر سودا منقط اسود، ده من بودره الالومنيوم اللي بتطلع منها. مشكله الالومنيوم زي اي معدن تاني ان هو بتركز على العظم، اي معدن بناكله بيتركز على العظم، فالالومنيوم لما بيتركز على العظم بيمنع امتصاص الكالسيوم، فبيسبب هشاشه عظم، دي من الحاجات اللي بيسببها. حاجه تانيه الالومنيوم بيسببها ان هو بيتركز في المخ في مركز الذاكره، فبيعمل الزهايمر. ما كناش بنسمع الالزهايمر ده زمان، لكن دلوقتي هو كتر جدا من اسبابه الالومنيوم. علشان كده كمان السمنات المهدرجه بتعمل الزهايمر لان هي بتتعمل في الالومنيوم. المهم يبقى الالومنيوم لازم اخد بالي كويس جدا في استعماله، ان هو على قد ما هو موصل جيد للحراره على قد ما هو ممكن يضرني بطريقه جامده. خدوا بالكم كمان حاجه تانية في الالومنيوم، انه ممكن يغير ريحه الاكل، يعني الكرومب القرنبيط الحاجات دي لما بتطبخ فيه بيخلي ريحتها نفاذه اكتر من العادي. حاجه كمان الاكل الابيض اللي هي البطاطس مثلا الاقيها اصفرت في الالومنيوم اكتر، بيصفر الالومنيوم الحاجه او بيخليها ساعات بني سواء قرنبيط بطاطس، ده برده معناه ان هو بيدوب جامد في الاكل، يعني لان هو بيدوب في الاكل فبيغير لونه، فدي كلها حاجات تخليكي تبعدي عنه. انا ما بقولكيش ارمي اللي عندك لان اكيد بتستعملوه بقالكوا كتير، بس لما تشتري جديد اشتري الومنيوم اللي هو الجديد اللي هو المجلفن، وانا هتكلم عليه في الاخر. يعني في الومنيوم دلوقتي كويس جدا، نبعد عن الالومنيوم القديم لان ده من الحاجات الخطيره على الصحه. اجي للتيفال، اجي التيفال. التيفال ده عباره عن الومنيوم مطلي بماده التفلون، دي ماده بتروليه غير لاصقه، فهي ممتازه ان هي ما بتخليش الحاجه تلزق، بس مشكلتها بقى في حاجه ان لو انا نسيته مثلا على النار، هي طبعا الماده اللاصقه التفلون دي بعد 250 درجه 250 في الحراره بتبتدي تفصل وبتسبب انها تختلط في الاكل. طبعا المعده مش هتهضمها لانها غير قادره على هضمها وغير مهيئه لهضمها، فبتعمل مشاكل في الهضم لان الماده دي بتدوب في الاكل او بتخش لنا في الاكل، فاحنا ما بنعرفش نهضمها. اغلب طرق الطبخ ما بتخليش الماده دي تنفصل لان احنا ما بنوصلش طبعا الحله ل 250، بس لو انا نسيتها على النار ساعات بتحطي شويه زيت في الطاسه وتنسيها على النار تلاقيها عملت دخان اسود. الدخان ده مش عايزه اقول لكم كمان هو خطر على الصدر، ان انت تستنشقين ان دي ماده بتروليه. التيفال طول ما هو جديد كده وحلو زي الفل، بس لو اتخدش وبقى كده اهو، ده بقى هياخد مدار التيفال ومدار الالومنيوم اللي هو بصوا اللي باين فيه الالومنيوم ده. ده يعني التيفال لما بيتحول من الجديد للشكل ده، ده بيبقى فيه خطر الاثنين، التيفال والالومنيوم، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. يبقى انا استعمل التيفال، استعمله طول ما هو مش مخدوش وطول ما انا بحافظ عليه، واستعمل معاه يا اما معالق سيليكون زي اللي بنستعملها هنا الاسباتشولات السيليكون دي، او المعالق الخشب علشان ما يتجرحش، طول ما هو سليم معايا وينفع ان انا استعمله. لكن وانس ان هو اتخدش او وانس ان انا حسيت ان لونه اتغير، ده معناه ان هو خطر على صحتي. الستانلس ستيل ده من اكتر الحاجات استعمالا، وميزته ان هو صلب بيستحمل يعيش كتير، والديمومه بتاعته يعني بيعيش سنين وسنين. الستانلس ده مش معدن في الطبيعه، ده خليط من معادن، يعني هي سبيكه بيعملوها من عده معادن مش معدن واحد، حديد على كروم على نيكل بيتعمل. وكلمه ستانلس يعني ضد الصدأ، ده فعل يعني صفه ليه، سوري مش فعل، صفه للماده دي. هو موصل جيد جدا للحراره بس ما بيوزعهاش صح، يعني هو بيوصل حراره بس ما بيوزعهاش صح، فتلاقي الاكل
في حتت بيستوي وفي حتت ممكن يتحرق منك. مشكلة الستانلس لو أنا جايباه رخيص، لأن السبيكة اللي بيعملوها دي يعني لو الكروم قليل فيه هتلاقوه رديء، فلازم الستانلس يكون تقيل، القاعدة بتاعته تكون سميكة. يعني دايما لما تشتري الحلة أو الطاسة لازم القاعدة تكون سميكة بتاعة الستانلس علشان تعمل توزيع جيد للحرارة، ما يبوظلكيش الأكل، ما يحرقلكيش الأكل. الناس اللي مثلا بتعمل رز في الستانلس بيلزق معاها ويتحرق معاها دايما. لازم قاعدة الستانلس تكون سميكة، هنا بيكون أخف بس الحاجة بنفسها تبقى تقيلة. ما أجيبش ستانلس خفيف وأقول إن ده هيعيش معايا ويبقى حلو معايا، لا، هلاقيه لونه اتغير أسود أكسد لي الأكل. فخدي بالك من الستانلس، الستانلس طالما هو تقيل نوعه جيد هيبقى حلو جدا وهيعيش معاكي سنين، الا بقى لو اتخدش خدش عميق جدا وده نادر ما بيحصل فده لازم يترمي. الستانلس الناس ما بتعرفش تطبخ الرز فيه، اطفي على الرز قبل ما يستوي بثلاث اربع دقايق وخليه فيها، هتلاقيه استوى، كمل سواه لان هو توصيله قوي للحراره، كمل سواه وملزقش معاكي علشان ناس كتير قوي كانت بتشتكي من الرز. هاجي بقى ايه للحديد، الحديد الحلل الحديد قوية تقيلة برضو بتعيش العمر كله، يعني الحلل الحديد بتعيش عمر طويل. الحديد بيحتفظ بالحرارة كويس، بيوصلها كويس وبيحتفظ بيها، بعد كده بيفضل الأكل سخن فترة طويلة. الحديد كمان فيه ميزة وعيب في نفس الوقت. أول حاجة الحديد ده بينزل في الأكل، وإحنا قلنا أي معدن بينزل في الأكل بيترص على العظم، فطبعا الناس اللي عندها أنيميا أو محتاجة حديد بيبقى حلو جدا ليها. بس الناس اللي هي المدخنين مثلا، ده دايما بيبقى الهيموجلوبين عندهم عالي، نسبه الحديد عاليه، وناس كتير حتى من غير تدخين الرجاله بالذات بيبقى ساعات عندهم الحديد زياده، فده غلط عليهم لان الحديد كتره بيعمل اكسده. احنا قلنا يعني من بالاكسجين واحنا بنقول احنا عايزين مضادات اكسده، فده بيأكسد الخلايا في الجسم. حاجه تانيه ان الحديد تقيل قوي، يعني الحله عايزه عضلات عشان تتشال، وغالي جدا. بس دلوقتي في منه طبقات، يعني بصوا بيبقى مدهون بيتغطى بطبقه من المينا بتعزل ان هو ينزل في الاكل، ففي الحاله دي بيبقى احسن كتير. فممكن نستعمله سيف، يعني الحديد سيف حتى لو مش مدهون، هو امان للناس اللي ما عندهاش هيموجلوبين عالي والناس اللي بتخاف من الحديد ينزل في الاكل. استعملي الحديد المطلي لو انت عايزه، لان زي ما قلنا هو غالي وتقيل في استعماله. هاجي الفخار، برضه من الحاجات اللي بتحتفظ بالحراره كويس جدا، وهو عباره عن فلزات الطين، يعني من الطين. مشكلته بس الزئبق، لان هو ماده ما فيش منها مشكله ما بتتفعلش لو هي مش في الحراره، لكن بقى بالحراره ممكن الزئبق ده ينزل في الاكل ويعمل تسمم كبدي وكلوي كمان. خدوا بالكم عشان كده لازم نحرقه. احنا بنشتري فخار بالشكل ده بيتحول للشكل ده. طبعا ما فيش عندي وقت في الحلقه النهارده للاسف واقول لكم تحرقوه ازاي، ده عايز له وقت تاني ان احنا نحول الطاجن ده للطاجن زي كده. اولا الفخار لما يتحرق مش هينزل لك اي رصاص او زئبق في الاكل، هيبقى امان وسيف. تاني حاجه الطاجن ده الني اي خبطه فيه تخليه يتكسر، لكن ده بيبقى ما شاء الله بيعيش العمر. يعني اللي مش عايزه اقول لك، انت لو هتشتري من الصعيد طاجن فخار محروق قديم هيبقى اغلى بكتير جدا من الطواجن دي. خلاص يبقى ده الفخار. هاجي بقى لحاجه تانيه، البايركس. البايركس حلو ما بيتفاعلش مع الاكل طبعا وسهل الاستعمال. في بس مشكله فيه او مشكلتين، او مشكله ان هو بيتكسر بسهوله. طبعا الناس اللي بتوقع لحاجات كتير ده هيبقى البايركس بالنسبه لها مش عملي. في حاجه تانية في البايركس، الانواع الرخيصه من البايركس بيبقى فيها ما بتبقاش عباره، مش بايركس مش ازاز، بتبقى عباره عن سيليكات، يعني رمل زجاجي ورصاص. خدوا بالكم من النقطه دي، الرصاص يا جماعه برده بيدوب في الميه، بيدوب في الاكل، فهيعمل لي مشاكل. ناكل في ايه؟ ما انا ما احنا قلنا التفال اكل فيه طول ما هو سليم مش مخدوش. الفخار احرقه كويس واستعمله عادي جدا. الحديد لو مطلي اكل فيه حلو قوي. البايركس او الازاز اكل فيه النوع الغالي، نوع الانواع الرخيصه بتتكسر بسرعه وبيبقى فيها رصاص، اقرا اللي موجود على الورقه بتاعتها. يعني انا لما جيت اشتريت الجرانيت لازم يبقى مكتوب عليها ان هو خالي من الرصاص. لازم اي حاجه اشتريها خالي من الرصاص، وانا هكتبها لكم على ورقه. ممكن نجيب ورقه زي ما كتبنا في البلاستيك، هكتب لكم الكلمه اللي بتبقى مكتوبه على الحاجه عشان اعرف ان ما فيهاش رصاص اكل فيها. وده اللي انا بقوله، انا استعمل الحاجه حسب نوع استعمالها. ما اجيش اسيب طاسه تيفال على النار فتره طويله تتحرق
وبعد كده اجي استعملها حتى لو لا شكلها ما اتغيرش. خدوا بالكم التيفال بعد سنه حتى لو هو ما اتخدش برده ما بيبقاش يلزق، ده معناه ان الطبقه نحلت بتاعته، فناخد بالنا برده من النقطه دي. يبقى لحقنا؟ يبقى البايركس البايركس استعمل النوع الكويس منه خالي من الرصاص علشان الصحة، لأن الرصاص ده بيعمل بلاوي زرق أو فشل كلوي، وإحنا من أكتر البلاد اللي فيها فشل كلوي للأسف. هروح اتكلمنا على حاجات فاضل لنا دلوقتي شوية حاجات بسيطة نتكلم عليها. هتكلم عن الصاج أو المينا، وأنا اخترت صاج الفرن إن هي أكتر حاجة بنستعملها صاج. دي عبارة عن معدن وفي منها حلل، عبارة عن معدن مطلي بطبقة عزلة، طول ما هو الطبقة دي سليمة مفيش أي مشكلة، لكن لو ابتدت تشقشق وتطقطق دي بتبقى مشكلة، لأن برضو الطقطقة دي بتكون لي امراض غير طبيعيه. مش عايزه اقول برضو تسمم، مش عايزه اقول فشل كلوي عشان ما بقاش انا بخوفكم، بس خدوا بالكم من الحاجات دي. يعني طول ما الحاجه سليمه استعملوها، طول ما بتيجي بقى الشقوق والحاجات دي تبان فيها. يعني هنتكلم مثلا عن السيراميك، السيراميك ماده طبيعيه ممتازه كويسه جدا، انا بحبها في الاستعمال، غير لاصقه، ويعني زي التيفال ما بتلزقش بس من ماده طبيعيه مش تفلون، يعني مش ماده بتروليه. بس السيراميك طول ما الحله او الطاسه بستعملها على نار غير مباشره ومش حاميه قوي طول ما هي زي الفل. لكن يعني انا استعمل السيراميك على بوتاجاز كهرباء زي ده مش هيحصل له حاجه خالص، استعمل السيراميك على نار في البيت بس مش عاليه قوي زي الفل، لكن لو انا عليت النار عليه هلاقيه طقطق، بصوا وباظ. وفي نفس الوقت برضه هو زي التيفال عايز معالق خشب او سيليكون، يعني هي كده اهي، بصوا اهي الاسود ده معناه ان هو طقطق وابتدى الالومنيوم اللي تحتيه باين. السيراميك بيتخدش من المعادن، يعني لو المعلقه معدن هيتخدشه زي التيفال بالظبط، وهيتخدش او يطقطق لما يتحط على نار عاليه مباشره، يعني لو نار عاليه كهرباء مش هيحصل له حاجه، الا بقى لو انا برده نسيت الطاسه لوحدها. بس انا مش عايزه اقول لكم ان يعني لو انت بتحمري بفتيك في شويه زيت صغيرين على نار عاليه حطها طقطصه معاكي وتعمل لون اسود وهتبوظ معاكي، لكن غير كده هي حلل ممتازه طالما انت ما نسيتيهاش على النار، طالما ما علتيش النار عليها. يجي بقى كمان ايه اجدد حاجه بقى، الجرانيت. ده عباره عن سبيكه من النيكل مطليه بالجرانيت، الجرانيت طبعا معدن صحي، ان هو سوري ماده من الارض زي السيراميك كده، فهي صحيه. ميزه الجرانيت عن السيراميك ان هو ما بيتخدش، يعني مش لازم استعمل معاه معالق خشب، يعني ما بيتخدش. بس ده مش معناه ان انا اجيب السلك بقى وادعك، خدوا بالكم من الكلام ده. الجرانيت طالما خالي من الرصاص، خدوا بالكم الرصاص بيعمل تخلف عقلي الاطفال، الرصاص بيدمر العناصر الغذائيه في الاكل، الرصاص بيعمل فشل كلوي، فلازم وانا بشتري الحاجه، يعني اديني بقول يا محمود استعمل جرانيت استعمل سيراميك بس حافظ عليه. يبقى مكتوب عليها فري اهي، بصوا فري بي اف او، لازم يتكتب عليها الكلمه دي عشان اشتريه، لازم على الورقه او التيكت اللي في الحله يبقى مكتوب الكلمه دي عشان اشتريها، ده معناه ان هو سيف وامان وحلو زي الفل. دلوقتي في كمان حاجه الالومنيوم المجلفن، سريع التوصيل الحراره بيوزعها صح زي الفل، ومجلفن يعني عازل، الالومنيوم مش هينزل معايا، مش هينزل في الاكل الالومنيوم، مش هيدوب في الاكل زي الالومنيوم القديم، ده ممكن استعمله سواء حلل صواني والحديد المجلفن كمان. دلوقتي الحديد ساعات كمان بيخلطوه بالالومنيوم عشان يبقى اخف، يعني دي اخف من دي، بيبقى اخف، بيتخلط حديد مع الالومنيوم، سريع توصيل الحراره، جيد جدا في الطبخ سواء على النار او في الفرن، وفي نفس الوقت هو مجلفن يعني مطلي علشان ما يخليش المعدن يوصل للاكل. بس خدوا بالكم كل الحاجات دي مش عايزه سلك مواعين، كل الحاجات دي عايزه في الديش ووشر ترصيها صح، ما تحطيش في الديش ووشر الحاجه كده والمعلقه مثلا جنبها المعلقه تحكي فيها تبوظها، فلازم تحطي يعني ترصي الديش ووشر لو انت بتعمليها بايدك رصيها صح، لو انت بتغسلي المواعين خدي بالك الاسفنجه تبقى ناعمه، عايزه الحاجه لازقه فيها انقعيها ميه سخنه وانقعيها، بلاش تنقعيها يا ستي، حطي فيها شويه ميه وصابون واغليها غلوه على النار هتلاقي الحاجه طلعت منها ما لزقتش. لكن اجي ادعك الحاجه عشان استسهل، لا انقعيها وهي هتطلع كويس، الميه والصابون اهم حاجه،
ان انا استعمل الحاجه صح. انا اتكلمت عن الحاجات كلها، انت ممكن اغلبها تستعمليه ما عدا الالومنيوم القديم طبعا، لان هو ده خطر على الصحه تماما. بس والفخار اللي طبعا الني، لكن الباقي كله لو هو سليم هتستعمليه، يعني مش هنخوف منه، بس استعمله صح، احافظ عليه. الحاجه لما اجي اشتريها اقرا اللي عليها، دايما اقول اقروا اللي على المنتج. احنا للاسف شعب لا يقرا، فخدوا بالكم من الحكايه. مش احنا بس المصريين، احنا كل الدول العربيه ما بنقراش، بنشتري الحاجه وخلاص شكلها حلو عجبنا بنشتريه. لازم نقرا الحاجات اللي عليه ولازم نفهم مكتوب عليه ايه. خلاص،